فكرة الجهاز إن الهواء الجوي بيحتوي على رطوبة عالية، الرطوبة دي بيتم سحب الرطوبة من خلال وحدة تكثيف، فبيتم تكثيف الهواء الموجود في الرطوبة الموجودة في الهواء الجوي وتحويلها من بخار لسائل. الفكرة الرئيسية للجهاز بتقول إن الهواء الجوي بيحتوي على رطوبة، والرطوبة الموجودة في الهواء الجوي بتؤثر على ارتفاع درجة الحرارة أو الإحساس بالحرارة. في نفس الوقت هي مصدر لمياه الشرب اللي لو يمكن استغلاله، ومن هنا جت رؤية وزارة الإنتاج الحربي في إن إحنا نوفر مصدر مياه رئيسي لمياه الشرب لحل بعض المشاكل للمناطق زي المناطق النائية أو المناطق البعيدة عن مياه الشرب. فمن هنا جت فكرة الجهاز إن الهواء الجوي بيحتوي على رطوبة عالية، الرطوبة دي بيتم سحب الرطوبة من خلال وحدة تكثيف، فبيتم تكثيف الهواء الموجود الرطوبة الموجودة في الهواء الجوي وتحويلها من بخار لسائل. المية المبخرة من الهواء الجوي هي مية غير صالحة للشرب لأنها بتحتوي على مجموعة من الملوثات، فبتنتقل من مرحلة التكثيف لمرحلة المعالجة. هنا بيتم معالجة المياه بشكل أساسي عشان تحويلها لمياه خالية تماما من كل الملوثات، ثم بننتقل لمرحلة إضافة العناصر الأساسية اللي بيحتاجها الجسم وعلى رأسها الكالسيوم. بعد كده الماء بتدخل في مرحلة التعقيم عشان نتخلص من كل الملوثات اللي موجودة فيها ونبقى الماء صالحة للشرب، وبعد كده مرحلة التبريد المرحلة النهائية. الجهاز اللي احنا بصدره النهارده هو جهاز انتاج الميه من الهواء، مياه صالحه للشرب. ده باكوره انتاج شركه يابانيه ميزوهو اليابانيه. ابتدى المشروع دوت حقيقه من العام الماضي، اخذ حوالي 7-8 اشهر. ابتدى عن طريق توقيع بروتوكول مع الجانب الياباني متمثل في شركه ميزوهو. الجهاز ده الهدف منه انتاج طبعا مياه صالحه للشرب بطاقة قصوى حوالي 16 لتر في اليوم. تعاون مع الجانب الياباني بعد امضاء البروتوكول اشتغل على مرحلتين. المرحلة الأولانية حقيقة هو خدنا الجهاز الياباني عملنا عليه دراسة واختبارات لبيان مدى ملائمته مع الجانب المصري.